معلش عطلك ثواني ياسمين. تعالي معلش اقعدي هنا. دي صاحبتي اصلا. يلا بنات بقى خشوا. يلا 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 يلا. مي وجيجي اقعدوا هناك. انجي وساره تعالوا هنا جنب ياسمين او جوه جوه وانا هجيلكم. عبير وميمي ورا. اقعدي هنا بقى عشان تبيضي المحاضره. انت ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ انت شيلتك ما فيهاش راجل خالص. وانا مش عاجبك يا دكتور ولا ايه؟ مش مهم. انا المصيبه انك عاجبهم هم. انا مستعد اقدم استقالتي للمجلس الاعلى للجامعه مقابل اني افهم هم عاجبهم فيك ايه. بقولك يا دكتور، لو ناوي تستظرف وتعمل نمره قدام المحاضره انا ممكن اخد البنات وانسحب فورا واسيبها لك ناشفه. لا يا اخويا على ايه؟ خليها طريه، خليها طري. اتفضل اقعد. طب اسمعوا يا بهوات، مشروع السنه دي لا هيبقى محسوبيه ولا صحوبيه ولا حتى بالحروف الابجديه. مشروع السنه دي هيبقى بتواريخ الميلاد. يعني مثلا يا سمير انت مواليد شهر كام؟ انا 29 فبراير. هتبقى في مجموعتك كل مواليد فبراير. اللي مواليد فبراير يقف. ايه ده؟ هندسه كلها فبراير؟ طب اللي مش 29 فبراير يقعد. هي دي مجموعتك يا سمير. يعني غير ان انا لا يمكن اعمل المشروع مع مجموعه اولاد بس، ما قصدتش ان اعمله مع الحمار ابن الحمار ده. ما هو حمار فعلا انه يخلف دخل زيك. يلا يا كلب السقه يا كومبارس. لا تجيب سيره السقه تبهك هنا يا شهيد. بقول لك لا، مامي تعالي لي الكليه دلوقتي حالا. غلطت انا؟ مامي سيفوت غيفوت. ايوه عشان انا قلت لك من الاول ادفعي لدكتور بصير عشان يردحني زي ما بتدفع لكل الدكاتره. يعني ايه مش عايز ياخد فلوس؟ ايه؟ معرفش ده هما اخواتي بيبو وبشير دول ولا مش عارف اسمهم ايه بيتخانقوا. يا انتوا بقى اللي عاملين بلطجيه ومستصيعين لنفسكم. لا يا دي طهوه يا فوق لنفسكم. ده انتوا خشوا وقش وكرانيش ولا ليكوا لازمه. عليا الطلاق افوت فيكم الثلاثه ولا يهمني. طبعا انتوا شفتوا دكتور بصير المحترم لكن ما شفتوش دكتور بصير العربقي اللي كان بينام على الرصيف. كنت بقول الرصيف التاخر عشان انام جنبك. ده وانا في سنكم يا حيلتها انت وهو كنت بنايم من بابا من المغرب. ها سمير منير الخطير، شهير منير الخطير، بهير منير الخطير. قلتولي بقى ان انتوا مولودين في نفس اليوم يعني توأم. بسم الله ما شاء الله. صدقوا ان انتوا شكل بعض تماما. فوله وانقسمت ثلاث انصاص. ثلاث انصاص ايه؟ يا دكتور احنا فعلا اخوات بس مش توأم. مش اخوات وفي نفس اليوم؟ ما هي دي يا ابني اللي بيسموها توأم. ايوه صح، على فكره الراجل ده عنده حق. اخرس. ايوه يا دكتور احنا توأم. بص يا دكتور انسى ان احنا الثلاثه يبقى مع بعض في مشروع واحد. انسى؟ طب انا احكي لكم بقى قصه كفاحي. المشروع ده انا ابتديت فيه يجي اكتر من 30 سنه ولسه مخلصه امبارح. ده ليه؟ عشان المشروع ده هيدخلني العالميه. يا دكتور مش هتقعد تحكي لنا قصه حياتك. حياتي؟ طب اسمع يا حياتي انت وهو. المشروع هيتعمل هيتعمل وانا اللي هشرف عليه بنفسي. ركن لي ده. ما تروحوش ها؟ استنوني تحت. سمير مش عايزك تزعل مني لما قلت لك يا كلب السقه كومبارس. لا يا معلم، كلب السقه دي عادي. كومبارس دي هي اللي ضايقتني. ما تقولهاش تاني يا شاير. حاضر. عالي قوي السقه بيموت فيها. انا دراعه اليمين لعلمك يا راجل. بعرف اعمل كل حركاته، بنط من القطوره وبركب خيل وبتخانق مع اسوده وبخش في النار وبعمل كل حاجه. ايه ده؟ دي الوحيده اللي ما بعرفش اعملها، جبتها ازاي دي؟ لا دي صعبه عليك قوي يا سيدي. قول لي وانا هستوعب، انا لسه كنت بتدرب عليها. بعدين يا سيدي لما نخلص من المصيبه اللي احنا فيها دي. سواجه معانا ولا ايه؟ لا شوفوا بقى عشان نبقى متفقين من الاول، انا في المشروع ده فلوس بس. يعني من الاخر تقدروا تعتبروني المنتج. ماشي يا عم السبكي. بقول لكم ايه؟ انا شايف ان احنا الثلاثه ابيض من بعض. تعالوا نعمل مشروع معقد ما يتفهمش منه اي حاجه فالدكتور يضطر ينجحنا. صح. او يضطر يسقطنا. صح. ايه رايكم ان احنا نفاجئه ونقدم له المشروع اللي هو عمله في 30 سنه في 4 ايام؟
دي فكرة جميلة جدا طبعا يعني، بس مش شايف ان 4 ايام ده كتير يا معلم؟ تهبل يا ابني، عايز تعمل مشروع دكتور عمله في 30 سنة في 4 ايام؟ ايه؟ احمد زهير؟ يا ابني ما احنا مش هنقدمه هو هو، احنا هنسرق المشروع ونغير فيه شوية حاجات كده ونلعب فيه ونقدمه له على انه المشروع بتاعنا. هو لما هيلاقي ان المشروع اللي احنا عاملينه شبه المشروع بتاعه 100% هيحترمنا وهينجحنا او هيكشفنا ويشلحنا. اسمعوا كلامي، الموضوع يستاهل ناخد الريسك. ناخد الريسك تاخده يا شهير؟ اخده قوي يا بيبي. ايه ده؟ دكتور بصير هو اللي اخترع مازنجر؟ استنوا بس يا جدعان عشان نشوف القلش اللي الدكتور ضيع فيه 30 سنة من عمره. إذا استطاعت الكتلة إكس أن تنطلق بسرعة الضوء في، فإن الوقت تي يثبت وتستطيع أن تتحرك ما بين نقطتين A و B خارقا كل الحواجز الزمنية. الدكتور ده شكله في طب. بقولك مش وقت هزار، صور وانت ساكت. احنا مطبقين مع بعض نعمل واحد زيه بالظبط. استنوا بس يا جماعة، عايزين نفهم البتاع ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه. يدار الجهاز الزمني بواسطة الدراع ألف اللي هو غالبا ده يا شهير اللي قدامك. انا مش فاهم يعني الدكتور بصير ازاي عايز يخش العالمية باختراعه جهاز البيانولا. استنى بس، تولد الطاقة الكهرومغناطيسية عن طريق القرص الأحمر الموجود في الجزء الأمامي من الجهاز اللي هو غالبا ده. طيب معلش بقى سمير، افتح اخر صفحة في الملزمة شوف الجهاز ده بيعمل ايه اصلا. لا احنا هنجرب القرص ده الاول، ما عملش حاجة نقرا بقية الملزمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا سمير؟ اقفلها يا سمير. انا مش عارف. ايه ده؟ ايه ده؟ الجهاز راح فين؟ ايه ده؟ هو الاختراع ده بيغير الديكور ولا ايه؟ انا دماغي مش قادر. انا هروح اغسل وشي. مصيبة يا جماعة. ايه؟ دكتور بصير عرف ان احنا ضيعنا الجهاز؟ الشر مستر رجع موضة. ايه يا جدعان ده الناس اتجننت ولا ايه؟ ما هو ده يا اما الهالوين يا اما دكتور بصير عامل عيد ميلاده في الجامعة. ودول ايه دول؟ لا دول بنتين اهم، ودي بنت برضه مش عارف. تعالى كده يا شهير. تعالى بص اقرا. وده مين ده اللي اسمه شوكب بقى اللي مطلع رحلة في الجامعة وانا معرفش؟ وعاملها بجنيه ونص كمان بيقطع عليا. ها؟ جنيه ونص؟ انا طالعها وش يا معلم. طالعها وش ايه يا ابني؟ انت بتصدق ده اكيد نصاب. بص، جنيه ونص شامله الافطار الاقامه الانتقال الكافر. ده لو قصد يخسر مش هيعمل كده. هي حاجه غريبه فعلا، بس عارف ايه الاغرب؟ على ان يكون ميعاد الرحله الخميس القادم 4 في الشهر. الخميس الجاي مش 4 في الشهر اصلا. عندي ليكي مفاجأة تجنن. خلاص يا حبيبتي، حلم حياتنا هيتحقق خلاص. لقيت شقة في المعادي ب 150 جنيه خلو. بس دي حبيبي منطقة مقطوعة قوي يا شيخ. انا حبيبي حبيبي يا عصفورة بيضة.
عندك فيروز يا عم؟ في فيروز حبيتك بالصيف، فيروز نسم علينا الهوى. هوى مفيش فيروز اناناس؟ لا مفيش. طب في عندك تشيرك؟ سبيتس. حسن شحاتة هيفسحكم النهاردة. الاهلي هو اللي هيكسب النهاردة ان شاء الله وعلى رهان. حسن شحاتة هيفسحهم ازاي؟ هو الاهلي هيلعب المنتخب؟ نبقى كباتن ايدكم بقى على الحساب عشان نقفل ونروح الاستاد. اتفضل. ايه ده؟ جايبينها من بنك الحظ ولا رسمينها في حصة الرسمة؟ روح امك انت وهو. روح ام مين؟ يلا يا اوعى ايدك انت مجنون ولا ايه؟ قول يا سمير. ايه انت مجنون؟ ما عادش فاك اول ما عايز فاك. هات بقى 20 يا شهير. اخلص خمسة ما اسمعش صوت حد فيكم. هات. مظبوطين دول؟ مظبوطين ان شاء الله. هوبا يا سمير اكيد تشتغل. يعني البلد كلها بتشتغلنا يا شهير. ايه ده؟ بص اليافطة اللي هناك دي. يا نهار اسود. اتفضل احمد زكي ويونس شلبي في العيال كبرت. وريني ام الملزمه الزفت دي عشان شامم ريحه البيانولا في كل اللي بيحصل لنا ده. ليه يا سمير؟ قلت لك يا سمير يا حبيبي تقرا اخر صفحه. التطبيق العلمي للجهاز يمكن ان يسافر عبر كل الحواجز الزمنيه معتمدا على الشحنه الكهرومغناطيسيه الموجوده بداخل شحن جهاز. عارف ده معناه ايه؟ ولا شكلنا اتشلحنا. مش جايز نكون بنحلم؟ ثلاثه بنحلم سوا؟ قول له. تعال تعال اديني المصر اليوم. نعم. اديني اي حاجة انت هتصاحبني. هو ده جنال النهاردة؟ ايوه يا باشا. يعني التاريخ ده تاريخ النهاردة؟ ايوه يا عم. هتاخده ولا مش هتاخده؟ لا هو كده اوريدي كلنا اخدناه يا جماعة. اكيد اخدناه. طبعا طبعا. يوه الموبايل كمان مفهوش نتورك، يعني مش عارف اكلم حد يجي يطلعنا من هنا. بهير تعالى يا بهير. طلعنا منين يا حبيبي؟ احنا مش ممسوكين في اسم. فوق فوق بس يا جدعان بس. فرجت والله العظيم فرجت عربيتي. العربيه دي حضرات مليانه انبهارات ومفاجآت. اول انبهار الفتيس ده فيه اربع سرعات، اول تاني تالت رابع مرسيدس. بسم الله ما شاء الله، رائعه ومبهره فعلا. ناخد الانبهار التاني. الخطين دول يا حضرات مش زينه. انت حضرتك بتبقى ماشي في الشارع بتلاقي فيه خط ابيض في النص عشان يحدد لك الطريق. في بعض الشوارع ما فيهاش خط ابيض، الخطين دول بيحددوا لك الطريق. انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. اولا انا بكلم اخواتي طبعا. العربيه دي يا جماعه اول مره ينزل فيها ولاعه جوه التابلو. بص حد هيسألني من حضراتكم بقى، افرض انا ما بدخنش. انا فعلا كنت لسه هسألك نفس السؤال. وانا تلميذ انا بحس بزبون. نفترض في يوم من الايام واحد صاحبك فاسد ركب معاك العربيه وعايز يدخن، مش وارد؟ وارد طبعا. يدخن ولا ما يدخنش؟ يدخن يا معلم. خد الاخيره دي بقى. عندك العربيه يا ريس. احنا خلاص خدنا العربيه، ممكن بس نقعد جوه نجربها كده؟ براحتك براحتك. خد راحتك. اذنك ولعها مكانها والنبي. ركبتوا؟ هركب. عامل لكم مفاجأة بقى، قلت مش هقول لكم عليها لما تركبوا. بص حضراتكم على الملاية اللي قدامكم دي. مالها؟ بصوا اتجاه الملاية هتلاقي اللي ورا انت شايفه. ايه ده ازاي ده؟ طب تسمح لي بس تقف انت ورا عشان اشوفك. اهو. مين ده؟ صاحب المعرض. ما كدبتش عليك؟ لا خليك زي ما انت بقى. اهو. انا هجرب. ها؟ براحتك. يا جماعه ما كانش ليها اي لازمه يعني نصرف بقيه ال 20 جنيه كلها على هدوم. 20 جنيه ايه يا ابني؟ ما قلت لك فرجت العربيه دي هنقضي بيها مشاورنا، ويوم ما هنتزنق هنفككها ونبيعها خرده. هو انتوا خلاص قررتوا ان احنا هنعيش في السبعينات؟ لازم نحط كل الاحتمالات لحد ما نقابل دكتور بصير ونشوف ساعتها بقى هيعرف يرجعنا تاني ولا لا. جزء اغبياء، انتوا الاثنين جزء اغبياء. عمالين تتكلموا في اي عبط وفي مصيبه انتوا مش واخدين بالكم منها. ايه؟ ايش ضمنكم الدكتور ده عايش ولا ميت؟
بهير يا حبيبي احنا رجعنا ورا مش طلعنا قدام. كل انت تمس سمير سيبك من موضوع دكتور بصير ده، احنا نطلع لابونا هو اللي يحل لنا المشكله دي. ابوك اللي مش طايقك في الالفينات هيطيقك ويقبلك في السبعينات؟ انت مجنون يا شهير. استنوا افتكرت حاجه مهمه جدا. ايه؟ التاريخ اللي شفناه في الجورنال ده هو نفس التاريخ اللي مامي كسبت فيه هوانم جاردن سيتي. طب كانت في المسلسل؟ لا، هوانم جاردن سيتي دي كانت مسابقه بتتعمل زمان في جاردن سيتي البنات العائلات الكبيره يعني اللي هي مامي منهم طبعا. المهم اللي حصل في المسابقه دي انا حافظه صم. مامي كانت مصدعاني بالحكايه دي، بتحكيها لي كل يوم 9 مرات. يلا يا سمير اطلع بينا على جاردن سيتي. لا يا معلم، جاردن سيتي دلوقتي بيقول لك في ماتش اهلي وزمالك النهارده، عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان كوبري اكتوبر هيبقى زحمه ترس، وانا مش هبهدل العربيه في الزحمه. يا حبيبي ولا في زحمه ولا في كوبري اكتوبر اصلا. بقول لكم ايه، انا ابويا وامي اتقابلوا برده يوم الماتش ده، كان ابويا يومها عنده استعراض في مطار الماظه. اطلع على مطار الماظه يا سمير. لا لا، جاردن سيتي الاول. مطار الماظه الاول يا سمير. بس 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 خلاص بقى دلوقتي، تعالى يا سمير، ودينا يا سمير، وصلنا يا سمير. مش دي اللي كنتوا بتتريقوا عليها زمان؟ دلوقتي بقت البريمو. اسمعني يالا انت، وهو سمير بتاع زمان خلاص مات، سمير بتاع دلوقتي هو اللي معاه العربيه، يعني هو اللي معاه الفلوس، والعربيه دي مش هتتحرك من هنا من غير اذننا. بس النبي يا حاجه، ما تعرفيش واحد ساكن هنا اسمه بصير؟ اه يا حبيبي، عند الضرب اللي هناك ده. فين عند الضرب يا حاج؟ جوه الضرب، ما هو اللي بيتضرب. هو اللي بيتضرب هناك ده؟ ده انا وانا في سنكم يا حيلتها انت وهو، كنت بلاقي من بابا من المغرب. اربعة على واحد مش رجولة يا كباتن. ما كانش اللازمه اللي انت عملته، كان كلها ربع ساعه كان هيزهقوا يمشوا. انت كل يوم متعود تضرب في الشارع. احنا ومزيكتنا بقى نلحق نحتفل بقى قبل ما نطلع تاني. يلا شهير وبهير هتوحشوني قوي، وشهير وبهيرة كمان هيوحشوني قوي قوي قوي. مع ان انت بقى يا سمير مش هتوحشنا خالص، لان احنا قاعدين مع بعض. ليه بقى؟ عشان الورقه دي. ده ايه الورقه دي؟ دي يا سيدي عقد جواز عرفي. انا جوزت امك عرفي من ربع ساعه يا سمير. حصل، وانا شريك على العقد. امك رخيصه قوي يا سمير، ما خدتش في ايدي 5 دقايق وكانت مطيحه. الله الله، ما امسك اعصابك. والله يا عام، وانا اللي كنت بقول لكم ظبطوها رحت نيلتوها زياده. اهي الزنقه اللي انتوا فيها دي فكرتني بواحد بلدياتنا اتزنق في قرشين اتفعص. ايه؟ احنا مش هنخلص. ايه؟ والنبي ما تقول نكت لحد ما نرجع للالفينات. انا مش فاهم يا سمير انت بتتكلم ليه وانت السبب في كل اللي احنا فيه ده. اهو بابي حلق للتلاته، خلينا بقى قاعدين في الزمن الاخبر ده لما هيفوتنا كاس العالم. نعم يا اخويا، هو مش السبت ده راح يتجوز امي عشان يقفل السكه على ابويا؟ سمير من فضلك لما تتكلم معايا بعد كده تتكلم باسلوب احسن من كده. ما تنساش ان انا جوز مامتك، ويا ريت بعد كده تقول لي انكل. ولا انت هتطلقها يعني هتطلقها؟ ارمي اليمين دلوقتي حالا. مش هطلقها يا سمير، بحبها يا اخي بحبها. بدل ما تتخانقوا مع بعض كده وعاملين فيها الاخوه الاعداء، فكروا في حاله صلحوا بيه اللي بوظتوه، وترجعوا ابوكم لامهاتكم، وعبال ما ترجعوا لبعض اكون انا خلصت المشروع واقدر ارجعكم تاني. عيال هم. المره دي مش تهريجه، اي حد فينا هيقل هتتطربق فوق نفخنا احنا الثلاثه. ايوه صح، دكتور بصير قال اللي هيعيل مش هيركبه معانا الجهاز حتى لو باباه ومامته اتجوزوا. المهم دلوقتي ازاي هنقنعه يتجوز 3 في يوم واحد؟ ما هو عملها قبل كده يا شهير. عملها قبل كده ازاي؟ يعني احنا لسه لينا اخوات تانيين؟ طبعا، ولا كانك سمعت حاجه. طبعا. عندك فكره هنعمل ايه؟ قبل اي حاجه يا معلم تطلق امي. سمير، انت فاكر ان انا متجوز امك بجد؟ دي ورقه اي كلام يا معلم، انا معيش بطاقه اصلا. ايوه بس هي فاكره انك متجوزها. يعني سوري، امك محتاجه الورقه. طيب يبقى قبل اي حاجه برضو كل واحد فيكم يحلف انه مش هيبيع. والله العظيم ما هبيع. والله العظيم ما هبيع. وشرف امي ما هبيع. ولا والله العظيم ما هبيع. منير